والله خايف عليه. من شو خايف؟ حكيم قال لي حالته مو طبيعية. شلون يعني؟ يعني مرضه غريب، مو مر على راسه مثل هيك مرض. ليش شو عم يصير معه؟ من ساعة ما طلع من الحبس وشو أصفر مثل الديمونة ولسانه مربوط. يا لطيف. وشو ما عم ياكل عم يطلعوا لبرا. لا 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 لا. والأهم من هيك إنه نظره خافف وسمعه تقلان. والحكيم قال لي إنه ابنك أخذ دواء غريب ما عم يعرف شو هو اللي حتى يعطيه ضده. كل شي دواء عم ياخده وما عم يتحسن عليه. أنت سألته لابنك إذا مرض شي مرضى وقت اللي كان محبوس؟ لا ما سألته. سمعت لك سمعه إنه الفرنساوية عم يعطوا أبر للمحبيس يا أما يجننون يا أما يسووا المرجى. شلون يعني؟ يعني الفرنساوي بده رجالنا يصيروا نسوان الطاير. ما فهمت عليك. أخي بالمشربحي الفرنساوي ما عاد بده يقتل حدا مشان ما ينقال عليه مجرم وقتها قتله. ايه ومشان هيك عم يعطوهن دواء مو معرف له ضد. الله لا يوفقهم، الله لا يوفقهم. بقى اسأل ابنك انت اذا ضعف شي مرة وعطوه دواء مشان الحكيم يعرف ضده. والله زعلت عليها ليش أكلت قتلك. زعلاني عليها؟ وأخوها اللي قتل أبوكي الله يرحمه؟ ماني مصدقة أنه هو اللي قتله. وليش بقى مالك مصدقة؟ لأنه إجت لعنا لهون وحلفت بالله أنه مو هو. حبيبتي إجت لعنا مشان طالع ليا من الحبس لأنها خايفة عليه. وليش لتخاف عليه؟ من حبل المشنقة. اللي حاسسني أنه مو هو اللي وبلاش طلعتك من الحبس. ها دفعت لك 20 ذهبة لرئيس الكراكون. كتر خيرك الله يخلينا اياك. فداك المال وراس المال. يعني انتهيت ابن عمي؟ يعني لسه ما انتهيت بس بقدر اقول انه اخوكي ماله رجع على الحبس. يا رب لا تورجينا شي نكرهه يا رب. امين. شو بك كامل؟ قول صهري. أنا هاي القصة بدي انهيها من شرشها وانسى كل شي صار مع بيت أبو ناصر. رح انهي لك يا بس مو هلا. امتى؟ عاصم بيك وعدني انه يعمل بيناتنا صلحة كبيرة بس بدنا نطول بالنا شوي لحتى الجماعة ينسوا شو صار معهم بمقتل أبو ناصر. مثل ما بدك. وأهل حارتنا اللي أكلوا قتلة حشك ولبك هدون شو بدكم تعملوا مشانهم؟ وانت ليش مستعجل على نهايتها؟ بدي فضي راسي وهدي بالي. بدك تتجوز تقبرني؟ ايه اختي. من بكرة رح اخطب لك 6 البنات. ومين هي 6 البنات؟ بنات الحلال كتار تقبرني. بس انا ما بدي غير واحدة. مين بدك حتى اخطب لك اياها تقبرني؟ بنت ابو ناصر اختي. شو؟ شو جابها على بالك هلا؟ مو انت وعدتيني فيها؟ ايه بس تقبرني انا هلا ما بضمن لك اياهم يوافقوا. لا بيوافقوا اختي بيوافقوا. بس يعرفوا انه مالي علاقة بمقتل ابو ناصر اكيد بيوافقوا. ايه بس انا اخي ما بضمن لك اياها. وانا ما رح اتجوز غيرها. ليش؟ هيك انا بقول لك مسعيد ليش. كامل بده ينهي الخلاف اللي كان بيننا وبين بيت ابو ناصر من اوله لاخره. وما بده تنجاب سيرته مره تانية. ما هي ايه صهري ايه. وانا كمان زعلان على حالي لاني يبست راسي وكبرتها مع الجماعه من ساعه ما رجعوا على الشام. سمي بالله وقول قول. بسم الله. شو قصدك انك تقلي الدرك طلع من ارض ابو طاهر؟ اه يعني جاي بشرك يا زعيم. شو بدك قلي بصراحة شو بدك؟ يعني سلامة معرفتك بدي حل اسناني. ايه ايه حق معك بابا. شو بدي قلك انت مالك متجوز ما؟ لا والله لسه. اصبح ايدك على 15 ذهبي. لشو ال15 ذهبي؟ ولك هدول حصتي من 20 ذهبة اللي أخذتهم أبو سعيد وفوقهم كمان 50 ذهبة حلوان ترفيتك وكمان 50 ذهبة هدول هدية للكومندان لأنه هو اللي رفعك وسلمك الكراكون ولا نسيت؟ شو عم تقول يا عاصم بيك؟ بدك تدفع 115 ذهبة بس من عنا يا إما بكرة بتشوف حالك مسجون بالسرايا يا بي. مسجون؟ ايه وينك؟ انا ما عم العب والله يرضى عليك جيب لي اياهم دغري لاني كثير مضطر عليهم مضرور كثير قوم شوف شغلك قول شو مفكر حالك قاعد بخان؟ خليني اخذ لك طريق يلا يلا
ليش خليته تفوت على البيت؟ امك ما قصرت معه حتى ولو، ما كان لازم تجي على البيت، لازم تتقلع من هون. ما هي اكلت قتلي وتقلعت. انت ما فهماني هدول الناس شلون بيفكروا. شلون بيفكروا؟ هدول مجرمين ما بينفع معهم البطيه. شو بدهم لكان؟ انا خايف القصر العدلي يطلعهم براءه، بيطلعوا مثل الشعر من العجين. ليش؟ مالك شايفه شو صاير بالبلد؟ الفرنساوي عم يحكم مثل فرعون، القصر العدلي ما عم يمشي فيه غير الرشوه والزور. هيك صاير القصر العدلي؟ بتصدقي اني ندمان لاني درست محاماه؟ ضيعت سنين عمري على الفاضي. مشان هيك بدك تاخذ حقنا بايدك؟ لهيك بدي اياكم ترجعوا على بقلبك، وما حدا يضل هون. انا وعمتي مالنا موافقين. انت شو عم تحكي؟ مثل ما سمعت. كلامي رح تنشوه؟ لا. انت ليش تراجعت بكلامك؟ ما تراجعت. لا تراجعت. عبين لك ما تراجعت. اسمعي، شو عرفنا نحن انه هي ما طلعت من الحارة بنو؟ نرجس قالت لي. وليش ما اجت ام عاز وقالت انه هي عندها؟ لانه شافتها زعلانة. اسمعي، هذا مو عذر، وبهيك شغلة هي بتعرف لا في مزح ولا في كذب. ما فهمت. قلبي شاككني انه طلعت برات الحارة. اي والله ما طلعت. لك لا تحلفي، بعت له قص لساني، قولي ان شاء الله. بفهمني ليش؟ لانه المرأة اذا كذبت مرة على حدا معناتها بدها تمرق وحدة كبيرة، فهمتي؟ ايه. هاي سلوى بدها قص لسان لانه سترت على ملك وقالت انه اجت لعندها لما طلعت من بيت جوزها، فهمتي؟ وشو يعني؟ لك شو يعني؟ بدي اتاكد انه ملك لما طلعت من عنا راحت مباشره لبيت سلوى، مو راحت لبرات الحاره، ولما ما حدا رضي يستقبلها رجعت لبيت سلوى وقالت لها اذا حدا سالك قولي لهم انا مباشره اجيت لعندكم. واذا كانت صادقه ابن عمي؟ على الحالتين بدهم بهدله هن التنتين. قومي قومي منشي، لك قومي منشي، تركيني لحالي. الله يخليكي تركيني لحالي. من بكره تطرش خبر بين العالم انه البري مات هو واللي كانوا معه. ليش بدك اياهم يعرفوا بموته زعيم؟ هيك في شغله عم افكر فيها براسي. ما اختلفنا، بس مو لازم اعرف ليش. لك مشان ما يقعدوا يحسبوا الحساب ويظنوا انه مات، فهمت؟ اخ لو بعرف بس شو عم بتفكر يا زعيم. انت عامل مثل ما عم اقول لك وما دخلك. وشو بدي اقول للناس؟ قول انه هنن مسافرين طلعوا لهم قطاعين طرق. قتلوا البري واللي معه. ايه الله يرحمه ويسامحه. وانت كمان تحبك ليها مع كل اهل الحاره وبتشغل لي ايدك يا بي. شلون؟ واعمل شو ما بدك وانت بامان. والكراكون زعي حقه برغوت مصدي، واذا بدك اعمل له اياها لنجيب وبسط الكراكون. اعمل له قتله لرئيس الكراكون. واذا فتح تمه اسفقه كف على خلقته. إن شاء الله مفكرة أني سامحتك. هي بعيدة عن حناكك وحناك اللي خلفوكي. بوس إيدك يا خانم، بوس إيدك تساعديني. بشو بدي ساعدك؟ أخوك عاصم بيك بده يحبسني. يحبسك؟ حقه ولا مو حقه؟ شو يحبسني؟ يعني ما رح توقفي معي؟ ما رح تساعديني؟ لا أنا ما دخلني وما بتدخل فيكي. يلا نلعي من بيتي. نلعي شو ناطرة؟ نلعي. هل ساعدها قال هذا الناقص يبعت لحمة مأواه. لك مو تارية متخبية عن سلوى مشان ما حدا يعرف فيها. درصانة. ولسه هي سلوى بدها تكسير راس بس على تخباية ملك وكذب علينا. ايه رايحة لعندها، رايحة عيوني، بدي اضربها ضرب ضرب وقتلة حشك ولبك. ايه روحي لعندها وما عاد لك رجعة لعندي. ما فهمت يعني انقلعي من بيتي. ياه ياه، ليش بقى؟ بتعرفي حالك شو عاملة؟ انا شو عاملة؟ لسانك ما فات لحلقك من وقت ما طلعت ملك من البيت. انا يا عم صبحي الله يسامحك انا ما حكيت ولا كلمه. انقلعي برات بيتي يلا. مو دخيلك، لا تنبحتي علي. رايحه رايحه يلا. ناقص من طبخاتك اللي ما شمينا فيهم ريحه الدسم. اسعي هيك روحي يا سلام عليكم. وعليكم السلام. شلونكم؟ الحمد لله بنشكر الله. تفضلوا تفضلوا على اليوان. تفضل. قمر اعملي فنجانين قهوة ولا تحطي كاسة مي. يلا بس هي اسمها تقليعة عمتي. خلص اعملي اللي عم اقول لك عليه. حاضر. تفضل يا امشي. الله يزيد بطلك يا رب. ادي حبيبتي مي. نحن اجينا الظرف صعب كثير عليكم. اهلا وسهلا فيكم. عم تقومي بواجبك يا امشي.
هذا مو اسمه واجب يا نظيرة، هذا اسمه تقصير من نسوان الحارة. حق معك تحكي. انت يا نسوان الحارة ما كنت تمام. شلون يعني ما لنا تمام؟ يعني أنا ما شفت هيك نسوان بتكره بعضها وبتحفر لبعضها البعض مثلكم. مو كلنا ست وفاء، مو كلنا. لا كلكم ألم قايم مالكم مناح. شلون يعني ما لنا مناح؟ من رجالكم الأولاد الصغار اللي معرفانين يمسكوا الحارة. رجالنا مو أولاد صغار؟ لا أولاد. لا مو أولاد، بعدين شو دخلهم جاي بسيرتهم هلا؟ لأنهم هن معاملين حالهم رجال. إيه هن رجال عن حقه حقيقي. إيه لا النسوان أحسن منهم. الله يوفقك عادية بشكري. ما في لزوم لهالقعدة، لسه ما خلصت كلامي، لسه في حكي أكثر من هيك. أنا ما صدقت إمتى جيتي لهون لحتى أحكي معك عن نسوان الحارة. شو بدك تحكي أكثر من اللي حكيتيه؟ عادي عادي مشكري كرمالي عادي. الله يوفقك عادي. يا عمي أبو صبحي، أنا ماني جاي لعندك عشان أخذ مصرات. وأنا مالي متلحلح من هون لتاخذ المصاري من إيدي. طب وأنت إيش ذنبك؟ لك هلا شو بدك بهالشغلة؟ أنا برجعهم إمتى ما كان، لا تحكل همي. يا عمي أبو صبحي طلع فيني شوي. بركدان بركدان، بعد ما أنا جيت على الشام راح هذا الزلمة لعند أهلي وعطاهم المصرات. وقت بيوصلوا المصرات لعند أهلك تبقى بترجع لي إياهم. خود. آه إيه والله. تخرجهم بالهنا. على راسي. أهلين. الله يرزقك. على راسي. لا حول ولا قوة إلا بالله، وأنا شو ذنبي أنا أتحمل الأمانة؟ ترتيب الله. مرحبا عمي بصبحي. أهلين وسهلين. أعطينا خمستين. يلا تعا يا أحمد ركزي الطلحة الله يرضى عليك. أسلم الدياقة. أهلين وسهلين. بهالبساطة بنقتل هيك عنكن الرجال؟ نحرق قلبنا وكبدنا عليه. لو كان رجالكن رجال ما كان نقتل هيك أخي أبو ناصر. القاتل ما رح يستنى حدا يشوفه هو عم يقتل. يا ست وفاء ما رح يستنى. يعني لا تحطي اللوم كله عرجالنا، لأنه كل واحد عنده هم مكفي وموفي. وجوزي؟ شو بو جوزي؟ ليش لحد هلأ ساكت عالشي اللي انسرق منه، اللي سرقوه منه فخرية وأخوها عاصم؟ جوزي أخذ كل حقه. شو بدنا فيهم يا ست وفاء؟ كل واحد بياخد حقه إمتى ما بده وكيف ما بده. ليش ما بدك يعني احكي لشي لأم شكري؟ لشو هالحكي هلا؟ ليش شو بدها تحكي؟ الحكي مو إلك تقبريني. لمين لك؟ للست وفاء مع فخرية خانه مو بس. ليش الست وفاء شو قلها مع الست فخرية؟ بكرة بس احكي رح تعرفي كل شي من أول لآخر. هذا رجال الحارة أجوا لعندكم وطلبوا منكم تطلعوا بفايز الحلاق. الأميران وافق على إطلاق سراح الحلاق. شو وفى ما وفى؟ ما بيجوز الحكي يا سيدنا. لماذا؟ لأنه رح يستظهروكم وما يقبضوكم بنوب. كيف؟ شو يعني كل ما دق الكوز بالجرة بيهددوكم وبيقتلوكم بسلاح؟ لا وأكتر من هيك، يعني لا تواخذني بالكلمة، رح يستظهروكم كتير وما يخافوا منكم. ماذا يعني؟ يعني الناس بدها إيد من حديد مو إيد من خشب. وما هو المطلوب مني؟ واضحة يا سيدنا. شنو؟ أنا وعدت أمك ما أخذ مال أبي بعد هلا. وليش بقى؟ لأنه هيك أبي كان بده الله يرحمه. هيك أبوك كان بده؟ إيه، وأنا ما حخلفه لأنه صار بديار الحق. إيه بس هذا ظلم. أبوك الله يرحمه بده يعطي إخواتك البنات أكثر منك. شلون بقى؟ أنت بتعرف قديش عندكم مالكنات؟ قلنا كثير. عندكم مالكنات قد حق هي الأرض بعشرين مرة. يعني شو؟ أنا برأيي تاخد حقك وتعطي إخواتك البنات حقهم بما يرضي الله، يعني لا ظالم ولا مظلوم. لا عامر لا، أنا ما راح أتراجع. لا تجدب ناصر، أنت عم تعصي الله، خود حقك اللي كتب لك يا. بخاف يزعل أبي مني يا عامر. إذا هو هيك بده، رب العالمين ما بيرضى أنه إخواتك البنات ياخدوا أكتر منها. يعني أنا برأيي تاخد حقك وبتعطي إخواتك البنات حقه عشان أبوك يرتاح بقبره، لأنه غلط ورب العالمين ما بيرضى بهذا الشيء. في أحلى كاسة شاي لأحلى بضاي. إيه من شاي من وشي ولا؟ خير شو في يا بضاي؟ مو من عادتك على طول بتشرب شاي؟ إيه من شاي من وشي وهات القهوة المرة على روح المرحوم الغالي. خير إن شاء الله. ليش مين ما؟ ما بتعرف مين مات ولا؟ لا والله ما بعرف. مات شيخ الشباب البري
شو؟ البري ما؟ لك ايه مثل ما عم لك يا ناس يا اهل الحارة، البري عطاكم عمره، رحمة الله عليك يا بري. لك انت شو عم تحكي؟ متأكد من الحكي؟ لك مثل ما عم لك شيل الشاي، شيلوا هات القهوة المرة. لا حول ولا قوة الا بالله. رحمة الله عليك يا بري، رحمة الله عليك، لا حول ولا قوة الا بالله. قتل. ايه قتل يا خانو، اليوم اجى الخبر على الحارة هيك. لا 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 لا، والله زعلتني عليه يا مولانا، والله زعل. ما شو بيزعل مكانه؟ هذا ابن الحارة هاد، الله يرحمه، راح لعند ربه. سيدنا، كيف عرفوا الناس ان البري مقتول؟ عم بيقولوا انه هو وصل على حمي وده ياخذ حنطور لحيفا، قاموا طلعوا له مقطعين طرق، سرقوا يلي سرقوه وقتلوا يلي قتلوا، اللهم عافينا. هي مو معقول سيدنا كمان هي شغلة الطعين الطرق؟ لازم الدولة تتدخل وتخلصنا من هذا العيب. شلون وانت بتعرف انه فرنسا مالها اي سلطة على فلسطين زعيم؟ شلون مالها سلطة؟ من الانجليز يلي محتلين فلسطين. ايه مزبوط مزبوط، لانه اول ما بتحط رجلك بالحمة بتصير عند الانجليز دغري. وهلأ شو؟ بتحب نساوي له عزل للبري ولا راح لرحمة ربه بلاها التعزائي؟ والله يا سيدنا مثل ما بتأمرني، انا من ايدك هي لايدك هي، وجاهز يا بي من كيسي من ليرة للعشرة. بارك الله فيك. أنا بقول ما دام هالناس عرفت إنه البري مات، رح منوزع على روحه خبز وحلاوة. إيه شو علي، إن شاء الله صحتين وهنا مين ما أكل. أصلاً هي كلها شغلة فتح تم للميت. يا سيدي الله يعوض عليك. وقول للفقرة هيك يدعولنا، بلكي بحسنتهم هيك بتتحسن أحوالنا ومنخلص من اللي نحن فيه. يا رب يا رب ارحمك يا بري. أما شو عملت لك قتلة لسلوى؟ خي نهنهتها نهنها فيها، فشيت كل غلي. إن شاء الله بتنكسر إيديك يا حق. ليه بقى عيوني؟ لأنك ضربتيها كرمال أم شكري. ما هي لا تذكري لي اسمها للمضروبة الثانية اللي بعتها حمها هي أم صبحي. ليش شو عملوا معها؟ ما قلت لك إنه قلعتني من بيتها؟ تستاهلي. ليش بقى؟ لك شو أخذك لعندها؟ إيه أنا قلت يا خانم بسترزق لي منها بكم مجيدية، يعني على سيرة إن لقيت لها ملك عند سلوى. لك تضربي تضربي شو انك حوبه؟ يو علينا، ليش حوبه بقى؟ ليش من امتى كنت تشوفي البرغوت بيطلع من عبا لام صبحي؟ قليل كتير. ايه والله معك حق، يبعت لحمه شو بخيله. لك العين تطرقك انت، انا مقصره معك شي وليه؟ لا يشهد الله علي مالك مقصره شي معي، منوب يا تاج راسي انت من فوق. رجلك بكسره اذا دريت انك فتي على بيت حدا بدون ما اعرف. ما عاد عيدها. ايه استرجعي عيديها. قومي قومي روحي على بيت ابو ناصر دقتي لي شو اخبارهم. ليش شوفي؟ بدي اعرف امتى بدهم يروحوا من حارتنا. وليش بقى؟ لك البق اللي ياك لك ان شاء الله. قومي تحركي. يعني ما اتغدى عندهم عيوني؟ لا لا تغدي عندهم، تعي لعندي بتغدى انا وياكي. على عيني ربي يسر. الله معك. حول الله من امر الله. عبود انت متاكد من هذا الخبر؟ هيك الناس عم تحكي عوام. بشرفي إذا بيطلع هذا الخبر مزبوط بيكون رب العالمين ريحنا من أرز الخلقه. بإذن الله صح الخبر. عقبال ما نسمع خبر مع المبجاة حبيبنا محمد. آمين يا رب، الله يسمع منك. روح أنت تيسر. يلا سلام عليكم. قبل ما جاوبك على سؤالك بدي أسألك سؤال. شو بتعرف عن الأرض اللي أخي شاري نصها تبع صبري بيك؟ أرض مين؟ صبري بيك الله يرحمه، أخوه لأبو ناصر. ما عندي علم فيها. ولا بتعرف عنها شيء؟ لا. والخانو مختك ما بتعرف شيء عنها؟ بدي اسألها بس انت شو بيهمك منها؟ بدي حقي منها. لك انت خرفت ابو شكري، شو نسيان انك تنازلت عن كل شيء تركه اخوك ابو حمدي لاختي؟ لا ما نسيت، بس عرفت انها لعبه منك لحتى تخلصني كل شيء. بالحق يا بي بالحق. أنو حق هذا اللي عم تحكي عليه؟ حق عائلتنا يلي انتو بزمانكم تعديتوا عليه. نحن ما سرقنا حدا. وكل هالملكانات اللي قاعدين فيها هي كانت ملك عائلتنا لك أبو شكري. بالحق اشتريناها. لا مو بالحق. انت لوين بدك توصلي؟ الأرض تبع عوض بدها ترجع إلنا هلأ ولا بعدين، مفهومي هي؟ شلون شلون شلون؟ قاعد تسمع؟ الأرض صارت تبيت أبو ناصر. أنا ما بعرف هالحكي. الأرض بدها ترجع لنا، يا أما تعطونا حقها يا بي، تعطونا حقها كامل مكمل. منين بدنا نجيب لك حقها؟ من عوض، عوض اللي باعها وسرق حقها.
أخي عطاياها. أنا ما بفهم هالحكي النوب. رجعولنا الأرض وريحولنا راسنا الله يرضى عليك. عزة أنت شو عم تحكي؟ هيك سمعت من زبائن القهوة، تريد أروح أتأكد؟ لا لا تروح لا تروح. عجل عجل يا حكيم. يلا يا بي راح وريح، الله يرحمه. يا ريت أنا اللي قتلته. الله قتله يا مو، الله قتله. الله يقتل اللي كان سببي يا مو. الله أكبر. إيه محفوظ، دريتي شو صار بأم معاذ وعوان؟ لا والله ما دريت شو صار. بطل عنا ما عاد بده إياها. يعني قامتي عليها والله ما بتستاهل. لا بتستاهل، لأنها كذبت، خبت مرته لصبحي عندها بالبيت وقالت مو عندي. ليش حتى تكذب وتقول مو عندي؟ يا الله أعلم شو صاير معي يا رجال. كذبة ضريبة فشني عفش، خربت بيتها وبيت مرته لصبحي. يو ليش صبحي كمان ما بده مرته؟ لا هو ولا أبوه، لحتى يتأكدوا من إنها طلعت من الحارة ولا لا. وين بدها تروح المسكينة؟ لجهلها بالحمرة. وين بدها تروح؟ لجهلها بالحمرة ساعة ما طلعت من بيت جوزها. يا على قامتي عليها وعلى حظها. لا لا لهون وبس فخرية، هلا كل ما بيموت واحد تتهميني فيه. مو انت قلت ما رح يرجع؟ لك ايه ما رح يرجع، راح لعند امه. شو بكي؟ هو هيك قال لك؟ ايه هو هيك قال. العمى بعدين انا بعدته من كيسي، سفرته على حسابي عشان يجيب تحسين ويجي، معقول روح اقتله؟ قال يعني شو رحت على حيفا قتلته ورجعت. خلص اخي خلص صدقتك. اي حاجه بقى فخريه، انت هيك رح تخليني ازعل منك؟ ها لك خلص شو بك، قلت لك صدقتك ورح فرحك كمان. شو بدك تفرحيني؟ نرجس اجت لعندي وباست ايدي لحتى سامحها. ايه وشو عملتي معها؟ قلعتها من البيت. الله يصلحك الله يصلحك على العمل اللي عملتيها. وحده قلعتني من على باب زقاق سلوى، بدك يعني استقبلها واخذها بالاحضان؟ كنت خليها عندك لبين ما اجي انا واحكي معها. الله يسامحك. شو بدك منها؟ مشان نتجوز انا وياها. لك تضرب هيك جوازه؟ لك شو بكي وين امتي؟ بدي احكي معي. احكي. لك شو بكون؟ ما حدا حاسس فيني بنوب انا. جوزوني هديك وانا ما بدي اياها، ما طايقها ولا اني حاببها. لك فهموا علي يا عالم، فهموا علي بقى. هلا نرجس اللي حاببها وطايقها؟ ايه ومستعد اعطيها كل شيء بملكه كمان. انت حر بمالك وحالك. ما حدا عم يفهم علي، ما حدا. شلون طلع كامل من عندك؟ لانه ما طلع عليه شيء. وشلون ما طلع عليه شيء؟ بالتحقيق معه ما طلع عليه شيء. ومين اللي قتل ابي لك؟ لا انت عم تحقق معي شيء؟ شوف نجيب افندي، كامل بده يرجع الحبس، يا اما انا قاتله بنص بيته. ولك بتعرف انه انا فيني احبسك على حكيك هاد؟ وانا فيني اشتكى لك للسراي بتهم التستر على قتل ابي. لك وشو عرفك انه هو قتل ابوك؟ يعني ما هو؟ يعني بالتحقيق ما طلع معنا شيء، هو ولا مو هو؟ ماشي ناصر تعال، قلت لك ما راح نستفاد شيء، تعال. العمى ضربي زد ما يرد. ما قدرت احكي معه شيء مشان نرجس، صار يفوتني قصه ويطالع لي قصه عن مالكاناتنا. البنت بدها مين يوقف معها؟ وانا قلت لك بدي واقف معها وما بتركها لحالها. مثل ما قالت الست وفاء. شو قالت الست وفاء؟ قالت انتوا يا رجال الحاره مالكم مناح مع اهل الحاره، ايديكم مربطه وما عم تعرفوا تساعدوا حدا. لك لحتى الشغلات الصغيره ما عم تقدروا تساووها. هي هيك قالت؟ ايه واكثر من هيك كمان. ماشي لوين رايح؟ مشوار. يا مو ليش هيك حكيتي معه؟ هلا بيكون زعل منك ومن الست وفاء. لك يا مو لازم يعرفوا انه هن مقصرين هو ورجال الحاره. ايه بس مو تحاكي بهاي الطريقه. لك هاي شو بدي اقول له؟ انت ورجال الحاره ما في احسن منكم ومالكم مقصرين منو؟ يا امي انا قصدي يا حبيبتي من يوم ما رجع عاصم على الحاره ما فات رغيف خبز لبيت الناس الفقراء. والله معك حق. لا تخافي، المكتوب اللي بعته لتحسين رح يوصل مع رفيقه للبري. ليش البري ما سافر لحاله؟ لا راح هو ورفيقه مشان يسليه على الطريق، يعني هلا بيكونوا ان شاء الله وصلوا بالسلامة. الحمد لله، والله طمنتني، الله يطمن قلبك. لك لا اطمني، غمضي عين فتحين بتلاقي تحسين صار عندك بالبيت. شو بكي؟ يعني قديش باقي له ليصال؟ يعني بدك تقولي شغلة جمعة زمان مو أكتر. ان شاء الله، ان شاء الله يا رب. عاوز شيء؟ سلامة قلبك. السلام عليكم. مع السلامة. يا رب، يا رب. شلون طلع من الحبس؟ قال حققوا معه، ما طلع هو اللي عامله.
شلون هيك؟ نحن وين قاعدين؟ لك حكم قرقوش مكان هيك. مشان هيك عم قلكم لازم تسافروا على بعلبة كلياتكم. رح نسافر بكرة أمي؟ لا مو بكرة يا مو، مهلني عشرة أيام. لسه بدي استنى عشرة أيام؟ يا مو فتح عين وغمض عين بتلاقي العشرة أيام مضوا ونحن مرتاحين. بس عشرة أيام يا مو؟ بس عشرة أيام. وولادك كمان؟ لا تخاف أمي، مشان عرسك ما رح استنى كتير. يا مو أنا ما أكل هم عرسي، أنا بستنى سنة ما عندي مشكلة. ما رح تستنى سنة يا مو، رح ساوي لك عرسك، بس ما رح ساوي لك يا مثل ما كنت ناوي ساوي، يعني رح نعمل عرس ململم هيك على بعضنا. مثل ما بدك. أنا بفهمك يا عاصم، أكره شي بالدنيا إنك تعيش مع ناس ما بتحبه ولا بتحب تشوفه، وإنن بوشك كل يوم تتصبح وتتمسى فيه. أنا فهمتك يا أخي، فهمتك وفهمت قصدك، بس أبوك الله يرحمه جوزك وحدة أهلها مليانين مصاري بس ما سأل على قلبك شو بده. خالك إيده فاروطية ما خلى شي معه، بحتر مصاري بحتره. وين صرف مصاري يا مو؟ صرفهم على فعل الخير. على فعل الخير؟ اي امي. هلا اول شي لازم نساوي لازم نرجع نص الارض لاولاد خالك صبري. وشلون بدها ترجعي؟ انا رح اعطيك مصاري لحتى ترجع نص الارض اللي باعها خالك صبري. والمصاري اللي بدنا اياهم العاصمة هدول ما دخلهم بارض خالك. بس هيك ما بصير يا مو، والله ما بصير. شو انا امك اياها؟ اوضتها هي وقمر. شو عم تساوي؟ اعطيني انت. يام شو ما حكى اخوك ناصر مع عمتك ما بدي انت واختك تفتحوا بدمكم كلمه. ايه ليش بقى يام هيك؟ بده يصير شيء؟ ما بعرف. بده يصير شيء مو منيح يام. يام ما بعرف شو بدي لك، بس شو ما صار ما بدي اياكم تكرهوا اخوكم انت واختك، برضاي عليكم. يام ليه عم تخوفيني؟ حسستيني انه بده يصير شيء مو منيح. لا يام إن شاء الله ما بصير شي مو منيح، والله يمرق على خير وسلام يا رب يا رب. فقلت لحالي ليش مو عبود يشتغل عندي بالأرض؟ منه بيتسبق ومنه بيدير باله على رزقي. أنا جاهز. منيح، لكان من بكرة جيب زواتك معك وتع معي عشغل. طيب يا ناصر انا شو بدي اشتغل هنيك؟ انت لا تشتغل شيء، اقعد اقعد اشوف الفلاحين شو عم يشتغلوا. اقول انك بدك تشتغل بالارض مشانه. من شان مين؟ يلي قتل ابوك. هيك ولا مو هيك؟ حقه محفوظ حقه. ما قلنا شيء حقه. اخي قلبونا من هالسيره هلا. يلي بدي اقلكن اياه انه طاهر بين الحياه والموت. خير شو؟ اليوم أبوه جاب له حكيم وما استفاد شيء، قال له ابنه بين الحياة والموت. الله يشفيه يا رب، الله يشفيه. والله لازم نعمل له زيارة. لا ممنوع عنه زيارات هلا. ومين مانعه؟ الحكيم. شنو أي حدا بيروح بيزوره أو بيقعد بمشقيته ممكن ينعدى منه. الله يشفيه يا رب، الله يشفيه. لك يروحوا يشتكوا ما حيطلع معهم شي لا هلا ولا بعدين. بس يا زعيم بركي راحوا اشتكوا للسرايا. السرايا عندي ولك نجيب؟ عندي. يعني ما نخاف منهم؟ لا لا لا، حط ايديك ورجليك بمي باردة من حق. أمنتلي المصاري اللي قلت لك عليه؟ لا والله، بس هي العشرين ذهبي اللي اخذته من أبو سعيد خذوا انت، انا ما بدي اياهم. لك انا ما عم مور عن هدول، انا بدي المصاري اللي حطيت لك اياهم بالسرايا عشان تصير رئيس الكراكون. بس انت ما دفعت شيء. شو هالحكي؟ ان شاء الله مفكر انه الشيء اللي عم يسوي لي اياه بالسرايا
بيعملوه ببلاش حسنة. أنا ما بعرف أنت شو عم تدفع. عم أدفع كتير لك نجيب، كتير. يا بيك يا بيك، صدقني صدقني والله ما معي. دبر حالك، أنا بدي مصرياتي. وينك؟ معك من هون لعشرة أيام، إذا ما دبرته رح يرجع كل شيء مثل ما كان. فهمت علي؟ آه، يعني بدك ترجع صعب رئيس كركو؟ إذا ما دفعت المصاري. طيب شلون بدي دبرهم؟ حرك لي حالك، بتقدر تطالعهم من الناس اللي إلى شغل عندك. فهمت؟ طيب خلاص، رح دبرهم أنا، رح دبرهم. إيه دبرهم، لأنه في ناس فايتة على الخط وعم تطلب تستلم الكركو، بس أنا عم أجلهم مشانا. خلاص خلاص، أنا خدام، أنا خاتم بإصبعك. شو قصدك عمي؟ قصدي شلون هربتوا والدرك كانوا محاوطينكم، بعدين ما صار البري يتفتل بالحارة هو وعاصم؟ لكم كمان هرب من الدرك. شلون هرب من الدرك وانتو مربطينه بكل الحبال؟ والله ما عم بفهم عليك، شو قصدك؟ قصدي ليش ما بتكون الدرك اجوا خصوصي خص نص مشان يخلصوا منكم؟ ومين بعته؟ مين بعته بده يكون يعني غير عاصم؟ وعاصم شو عرفوا بمطرحنا؟ ما بعرف والله، سأل حالك هالسؤال. سألت حالي وما طلع معي شيء. مين شفت كان مهوب نواحيكم لما هربتوا من أرض بطاهر؟ كتير ناس كانوا يمروا علينا. مثل مين؟ رعيان، فلاحين. غير الرعيان والفلاحين؟ والله ما عم بتذكر. عواض، تذكر منيح، لأنه موتة البري مو طبيعية بنوب. عناك شكري، شو دخل موتة البري بهريبته؟ دخلها عواض، دخلها. شلون دخلها؟ البري خلص شغله من عند عاصي، مشان هيك بعته على حيفا، ويمكن بعت مين يقتله على الطريق. ايوه، ومين اللي بيكون قتله؟ المنشار. انت يا ست فخرية عم تقلي لي روح نادي لنرجس؟ ايه، شو بتقلي قيمتك يعني؟ لا يا روحي، بس يعني شو عدا ما بدا لحتى هيك يعني حبيتيها فجأة؟ سدي حلقك وليه؟ سدي حلقك أمي ناديلة. ايه على عيني، بس لأدولها فنجان قهوتي بعد إذنك يعني، مع إنه ماني طايقة تصها، لا هي ولا سلوى هذيك المجنونة. ايه تضرب هاي لهي. ايه والله الحق معي، تضربوا التنتين بقلب بعضهم. شو أعمل؟ لك أمي ناديلة شو صار لي؟ يعني اشرب قهوتي ولا روح؟ لا روحي. طيب باخذ الموزات معي. خليهم، ربي يسر إن شاء الله. الله معي. سلام عليكم. كليون على الطريق. سبحان الحي الذي لا يموت، سبحان الحي الذي لا يموت، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. انتقل إلى رحمة الله تعالى وغفرانه الواصلة إن شاء الله تعالى إلى فسيح جنانه. انتقل إلى رحمة الله الشاب طاهر ابن أبو طاهر البيك، ارحموا عليه يرحمكم الله. حسبنا الله ونعم الوكيل. يا لطيف، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا ولا قوة. حسبنا الله ونعم الوكيل. السجن اللي قاعد فيه مو بيخلي الواحد يمرض وبس، بيخليه تختخ وينعل كمان. يا حسرتي مالهم غيره. لك يا أختي شاب خلص عمره وكلياتنا على الطريق، شو نعمل يعني؟ ونعم بالله، بعت أمي ميسر تجيب نرجس من عند سلوى. إيها، ولك هذا الكلام بينسمي؟ أصبح أنا رح روح وخليكم لحالكم شان تحكي معه، بلكي بتنفضي له مخه نفض. ماشي أخي ماشي. ما بدك تعزي بيت أبو طاهر؟ والله مالي خلق شوف نسوان الحارة، بروح بعدين لحالي. ايه شو علي، يلا بالإذن. ارجع لعندي بعد الدفن أخي. الله يرحمك يا طاهر، الله يرحمك ويصبر قلب أمك. وعجبنا نعزيهم مثل ما هن نعزونا. تأثري، الله يجزيك الخير. ما رح تضل، بس يطالعوا ورجع. يا مو شو هالحارة هي يا مو، من يوم ما اجينا عليها والموت عم يتنقل فيها من بيت لبيت ومن واحد لواحد. اللهم لا طيرات
ما كنت متوقع يصير كل اللي صار. يا مو كرمال الله قطعي عمتي نفسك بقى. ما بدي ركي عليها وضايقها أكثر من هيك. عمتك ما رح تترك الحارة لحتى تشوف مقاتل أبي ميت قدامها. يا مو يا مو توبي. يا مو لازم تفهمين انه اذا حدا قتل من بيت الجواخ ما رح يتركونا، رح يرجعوا يقتلوا حدا منا. يا مو ما بدنا حدا ينقتل، بكفي اللي راح بكفي. يا مو يمكن يرجعوا يقتلوا ناصر او عامر. الله لا يقدر. يا مو ما بدنا ناخذ بتارنا، ما بدنا. عامر شو قال لك؟ عامر ميبس راسه. قولي علي بدها يطلع حدا قبل ما يمشي. قولي علي قولي علي يا ربي دخيلك. يا أي منين ولا منين دخيلك يا ربي. وأوعكم تفكروا إنكم طبقوا علي المثل اللي بيقول بس وقعت العنزة بيكتروا سكاكينها، لأن أنا لسه ما وقعت وأنا ما رح أوقع. قديش بدك لتطالعني؟ والله يا أبو شكري أنت متهوم بقتل دركي. قديش بدك لتطالعني؟ الطمع عامي عينيهم وإيدهم سوداء مثل قلوبهم والشوك اللي زرعوا بإيديهم بكرة رح يطلع بدروبهم. صحيح أنا مو ابن أبي. أنت ابني تقبرني ابني من قلبي وكبدي. لا تخليني أفتح عمايلك أنت وأخوك. قتلك لحفيظة ضربتك. بكرة بكرة حيكون عرسي. جوزتي واحد قاتل أبوك وقاتلني وقاتل عمك أبو جوزي. خليها توافق غصب عنا وتبوس رجلي حتى الجواز. تاخدها بالحرام ولا؟ ايه بس بعدين رح اخدها بالحلال بالحلال. لو مشي الظالم عالحري بيوقع مثل واحد ضري والحق بيمشي عالجمر حافي وبلا جناح يطير. اللي أبو شكري وأبو صبحي مو راضيين يكون زعيم عالحارة. قلت لك أنا الزعيم عاصم بيك. بالحق يا بي، حق عائلتنا يلي أنتوا بزمانكم تعديتوا عليه. اقتليها اقتليها وخلصي الناس من شرها. عاصم بيك يا أنا بيك وعلى أكبر راس فيكم. بيت أبو ناصر. شو هون؟ كشفوا المستور كله. قتلوا السر وخنقوا البسمة، حبسوا الحق ومسحوا الكلمة، نسيوا بحساب الأيام الشمعة بتكشف كذب العتمة. آخ كذب العتمة. اللي ما عنده أصل نشتري له كفن.